تفضل. ها قطوه شلونك؟ خير، شلونك طبجتي؟ تمام، شو اخبارك؟ الحمد لله. شو الاخبار اللي سمعتها؟ شنو سمعت؟ اي اخبار؟ انا توني قاعد مع امي قاعد اسولف، وقالت لي على الاحداث اللي صارت في بيت عمي عبد الرزاق. ايه، انت عارف بيت عمي كله مشاكل، بس ماجورين ان شاء الله. هذا صدقتي، الله يعينهم ويصبر عمتي، الله يعينها والله. ربك اذا حب عبد مؤمن ابتلى. صدقت. تعرف اخوهم ماجد؟ انا ماجد اسمع فيه، بس طبعا ما اعرفه وجه بوجه، عرفتي؟ لكن سمعته سيئه حيل، وصراحه ما اتشرف اقول ان هذا ولد عمي. صدق؟ عيل لا نتكلم فيه، ما نعطي حسناتنا. الحين انا ايش علي فيه؟ انا اشوفك انت يا قطوه يا حلوه يا طبجتي، سالفتك شنو مقدر خاطرك؟ شنو مضايقك؟ ضايق صدري يا نواف. تعرف فوزيه مسكينه وحالها يقطع القلب، تحسها يتيمه، فاقده امها، فاقده خواتها، حتى بناتها، واحده في المستشفى والثانيه في الاحداث. ولا بغيت اكلمها او جبتها عندي احس عادي الموضوع، ولا كنا في شيء تتكلم وتسولف وما تجيب طاري همومها. هذا صح، على شيء الهموم ضايق عمري على شنو؟ بعدين ترى ماكو انسان قلبه خالي. وخالد وليد ايش فيه؟ خالد يكسر الخاطر بعد، ما ادري ايش فيه، بس لا تذكرت حاله ما تقدر توقف دموعك. يا حلال ابو وليد، طبع نفس طبع اخته بالضبط، اعرفه عدل ما يحكي. ومرت عمي هم بعد ما اقدر اشوفها، قلبي يعورني عليها. الله يشافيها ويقومها بالسلامة ان شاء الله. تصدق كل ما تقطر فوزية بعيونها تقولها شو حقه تقطرين عيوني؟ شوفي راح مع البنتين، العين الاولى راحت مع نجمة والثانية راحت مع رقية. أحس إن الموت بس أرجوك لا تكملين، أنا مية طاريها، جسمك اللي يرجف وأتعب. تكفى لا تكملين وتبين طاريها مرة ثانية. أنا ليش كذي؟ حتى نواف ضيقت صدره. يا نورة يا حبيبتي يا حياتي، خليها يا يما، أنا أسوي الشوربة. لا يما، عنك أنا أسوي. عفية عفية على بنيتي الشاطرة الحلوة الحبوبة اللي تينن. إيه كذي كذي البنات السمعين الحبات ريح. هذا كله عشان خالي خالد قال لي إذا عرفتي تطبخين وتدشين المطبخ بدال أمك كل يوم أدفع لك بالشهر 70 دينار. سلط الله على بليسك يا خويلد. ما اقولش حق البنيه يانا ومستخفه و24 ساعه تسالني امه شلون وما لون شلون هالطبخه وتقيد بهالدفاتر. عادي يمه تصدقين وايد احسن من الدراسه، اذا صدق تعلمت اطبخ واعرف كل شيء ما ابي ادرس. وقبره لا طبنا ولا قدشرنا. لا يمه نوره يسلم عمرك، لا يمه لا 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 لا، روحي شوفي خالك وصل من الصلاه وسالي قولي له شنو يبي العشاء. روحي امي ان شاء الله يمه على امرك. بس الشوربه يمه خلاص يمه، انا اشوف الشوربه بس انتي روحي بسرعه يمه. ان شاء الله ان شاء الله يمه. يلا ماما بسرعه زتك يمه، خلصي هذا وروحي جهزي سوي الخبز سخني. يلا ماما يلا.